هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول بأن درجة الحرارة وقت صلاة الفجر عندهم تصل إلى 40 درجة تحت الصفر، فهل يجوز له أن يصلي في بيته في هذه الحال ولا يصلي مع الجماعة؟ إيه نعم، إذا كان إن هذا يؤثر على صحته هو يصلي في بيته، أما إذا كان ما يؤثر على صحته ويتحمل عليه ملابس فإنه يصلي مع الجماعة. نعم.